الحديث نصره الله ملك الفقراء، الله يجازيك عنا بخير. هذا العبد الضعيف قدامك إذا ما كرهتش ندخل نكمل الاستشفاء ديالي في المركز العسكري ديال المستشفى العسكري إن شاء الله. صبر لهذا الابتلاء اللي كيشافيه الله وكيعافيه وكيزيد ليه الله في العمر ديالو. والله يرحم ليكم الوالدين، الله يجازيكم عني افضل جزاء، والله يكثر خيركم بعد عليكم جميع البلاوات. درت 56 حصة وزدت 4 خفاف، 4 تيتسمو يعني بحال قلتي شبه شيني ماشي تكميلية. مشاهدينا مستمعين عبر التواصل الاجتماعي، التواصل بين المحبة والخير والإحسان، فالإحسان لله رب العالمين. اليوم صوت العدالة جاءت بعدل في الأرض بعد عدل الله سبحانه وتعالى، عدل في الصحافة والإعلام النزيه. اليوم حالة إنسانية، كلنا إنسان، كلنا بشر، كلنا اليوم سواسية. الحالة الإنسانية بمدينة الدار البيضاء تستدعي تدخل القلوب المحسنة والتي ترأف للعباد بعدما رأف برب العالمين. اليوم عندنا واحد الحالة خصنا كنا اليوم نكونوا كمواطنين ونجندوا. اليوم إذا ما كانش في قلبنا الرحمة، إذا ما كانش الواجب المهني ديالنا كيسمح لنا على أننا نوجه رسالة إعلامية، مادة إعلامية اللي هي أننا نكون اليوم صرحاء بنفوسنا. الميكروفون اليوم غيتكلم والصورة غادي تتكلم، وإلا ما دمعتش العين وما دمعتش القلب فلا داعي لأن نتألم. ولكن هناك من يتألم، شاب مغربي بيضاوي مواطن إنسان مسلم يعيش بين عتبة الألم، وهو اليوم يتحسر على ما آل إليه شبابه. اليوم غادي نتكلموا على صورة واقع كنلمسوه كنشوفوه بالأعين ديالنا مباشرة. حنا كنتكلموا بصوتنا وصوت الكاميرا وصوت الميكروفون ليصل إلى قلب حنون، محسن أو محسنة، مسؤول أو مسؤولة، بوزارة الصحة، بجميع ما يمكن أن تتدخل من خلال هذه الحالة الإنسانية. نعطيكم الميكروفون ونعطيكم شوية الهدوء وتابعوا لا فيديو بحث القلب ديالكم. اولا السلام عليكم، عطينا نتعرفوا على هذا الوجه الشاب البشوش اللي كيعيش هذه الحاله الجميله اللي كنشوفوه رغم المرض ولكن متفائل. شكون هو هذا الانسان اللي قدامنا؟ يتعرفوا عليكم المشاهدين مع قناتنا الالكترونيه صوت العدالة. السلام عليكم، معكم احمد بالغنجوقية، البالغ من السن 37 سنة، محب ولادي و كنقطن بالمدينة القديمة درب معيزي بالضبط، معروف درب معيزي السويقة. المهم دوزت معظم حياتي في 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 منطقة أخرى من غير مدينة زايد تما، ومشيت زايد في المدينة القديمة ومشينا تحولنا لعين الشوق، وقريت في عين الشوق وكملت قرايتي في عين الشوق. يعني حصلت على ثلاثة تاع الدبلومات، منهم واحد ديال تقني في الالكتريسيتي، وخديت واحد ديال سميتو ديال العاني الفندقي، وواحد تاع تكنيسيان ديال الطبخ. انا المعاناة اللي جات من بعد هاد سميتو، اسمح لي. اذا المشاهدين كما كتشوفوا على انه الالم، احنا في الحوار المباشر والحوار الالم بدات ما بين يعني بقيه الاعضاء ديال هاد الشاب اللي ربما كتالمنا الحاله الانسانيه ديالو، من خلال على اننا نعبروا لكم على انه ما يعيش. واليوم احنا جينا اننا نساندوه من خلال هذا الروبورتاج الانساني اللي بغيتكم تدخلوه، الله يجازيكم بخير، وعلى انكم تبارطاجيوه ماشي من اجلنا، من اجله
تبارطاجيو الصحه ديالو باش يشوفوا العائله ديالو الشباب ديالو مازال نعيشوا مع الافراح ديالو شويه. المهم كما قلت لك اخويا من بعد هذا المده اللي سميتو كان وقع لينا كنا ساكنين في عين الشوق كان وقع لنا واحد المشكل كان هو السبب وقيلا اللي ساعد انني باش تأزمت يعني كانت الناس ساكنين باش تأزمت يعني واش السبب ديال المرض؟ كانت سبب ديال المرض كانت سبب عقده ديال المرض كانت هي انطلاقه تاع المرض من تما من عين الشوق جبتها. كيفاش عرفتيها؟ شرح للمواطنين باش يفهموا الناس اللي غادي يتبعوا الاختصاص ديالك والحاله ديالك. كان عندنا واحد المشكل ديال واحد الدار فيه نزاع الدار ديال جدي الله يرحمه ديك الدار تيزات لينا تيزات وخرجونا وقدام بنادم انا ما استحملتهاش وكان وقع ليا مشكل نفسي ضغط نفسي بحال تعصبتي شي حاجه طرات شي حاجه ماشي هي هذيك في النظام العام ديال الجسد ديالك خديتها في الداخل النفسي ديالي ومع المده ولات صبحت حاشا كنت كنتعصب داخليا ووقع لي داك العصب ديال المعده والمصران وسميتو تما فين تكون لي المرض السرطان تما تكون لي مرض السرطان. كيفاش عرفتي بعدا عيش معايا اللحظات الاولى ديال العلاج ديالك فين مشيتي مع من تلاقيتي قبل من العلاج كيفاش سميتو كنت خدام ما بيا ما عليا واحد اليامات بديت كنضعف كنتمص كان وقع ليا فقر الدم وانا ما عرفتش راسي بان عندي فقر الدم حاشاك كان الخروج ديالي كيدوز بالدم والحمد لله دازت ديك المده ودازت ديك المعاناه اللهم لك الحمد وصبرت وكافحت وكنقلب على العيش ديالي يعني القوت ديالي واحد الوقيته ما بقيتش قادر نخدم ما بقيتش قادر يعني كان ندير شي حاجه ولا هذا يقول لي اسم ديال شي حاجه كندوخ كنطيح تم مشيت زادوا لي الدم ملي مشيت للسبيطار زادوا لي الدم لقاو بان عندي فقر الدم زادوا لي لقيت لي زادوا لي الدم بديت كندرف الدم اكثر من القياس بديت كنلوح الدمايات اكثر من القياس هنا كان عندي سميتو الطبيب وقعت لي واحد المشكل في المصران ديالي وقع لي اوكليزيون تصير لي المصران تسد لي ومن بعد هذاك سميتو كنت نعس في السبيطار على اساس بان هنا السبيطار اللي نعسي مولاي يوسف بالضبط سبيطار مولاي يوسف نعس ديك الليله كنت غادي نفتح ديك الليله بعد سهل الله من عند الله تنفست قلت للطبيب قلت لها اللي كاين قال لي ما يمكنش قال لي ما بقاش اذا عندك اوكليزيون يعني في الراديو اللي كانوا داروا لي لقاو بان عندي اوكليزيون وانا الهضره اللي قلت لهم بان عندي قال لي غنخليوك حتى غدا وغنخليك النيميرو التليفون جزا الله بخير ذاك الطبيب قال لي غنخليك النيميرو التليفون من هذا المنبر كتشكر هذا الطبيب بعدا كنشكرو صراحه دكتور بن زاكور كنشكرو من هذا المنبر جزا الله خيرا هذا الدكتور يعني عطاني واحد انطلاقه ديال الشحنه ديال بانه يعني جا عندي ديال بانني طاقه ايجابيه باش نتفاعل مع المرض لانه هو جا لغد ليه خرج لي سكانير ودار داك السكانير وجا بواحد الطريقه باش وجه لي الرساله بان عندي سرطان وتا انا تقبلتها تم عطاني واحد شحنه ايجابيه باش ولكن كيفاش عرفتي السرطان؟ قال لي واحد الكلمه بقات لي في راسي اللي كيحمد الله بزاف وكيصبر لهذا الابتلاء قال لي كيشافيه الله وكيعافيه وكيزيد ليه الله في العمر ديالو هكا كان قال الا كان هاد الدكتور دابا حنا على يعني القناه ديالنا الالكتروني صوت العداله وكيسمعك دابا وهاد كلمه الشكر ربما يعني في كلمتين شو توجه لي وجهلي والكافة تاع الأطباء الأكفاء الأكفاء اللي كاينين ماشي غير هو كاين بزاف تاع الأطباء اللي وقفوا في هذا الشيء ديال المرض ديالي كنوجه لهم الله يرحم ليكم الوالدين الله يجازيكم عني أفضل جزاء
الله يكثر خيركم بعد عليكم جميع البلاوات. وكنوجه رسالتي للاطباء الاخرين ينظروا في المرضى ديالهم، ماشي مريض كيجيو كيتعاملوا معاه بطريقه التعسفيه. كيطرى لك هادشي؟ وقعت ليا ما هي مره ما هي جوج تيتعسفوا عليك الطبيب بحال ما عرفت بحال داخل عند ماشي مهم. مالينا المراحل اللي بديتي من بعد ما عرفتي المرض، شنو اللي تبعت؟ ومن بعد ما تبعتها سميتو هذا المشكل اللي كان وقع ليا، درت العمليه الاولى ودرت عمليه اخرى، تبعتها العمليه الثانيه، هاد العمليات جاوا في المستوى المصران الغليظي. درت العمليه الاولى خرجوا لي المصران. اذا هذه العمليه الاولى، كاين عمليات. المهم خرجوا لي المصران من هنايا باش يشوفوا المشكل، واش المصران كامل فيه يعني، واش انتشر فيه المرض أولا غير واحد جزء أو انتشار جزئي. لقاو بأنه كامل، ملي لقاو كامل من بعد اللي داروا لي كولونسكوبي لقاو كامل. درت عملية ثانية في ظرف أسبوع، أسبوع ويومين يعني 9 أيام، ظرف 9 أيام كملت. داروا لي عملية ثانية، حيدوا لي المصران ولقاو لي المصران الغليظ مع المصران الرقيق باش ما يبقاش. اش من عام هادي؟ هادي في 2016 بالضبط. و في شهر واحد في نهار 24 اللي بقي عاقل، نهار 24 كنت درت العملية. هاد العمليات وهاد المصاريف ديال يعني الطبيب وهاد كلشي، هاد الامور قلتي لي كيفاش كديري وانت ما خدامش؟ واش كاين وراك شي عائله؟ كاين وراك شي واحد؟ يعني هنا اللي كنتسائل عليه. بالنسبه لهاد مزيان طرقتي هاد، كنت هادشي عندي واحد الخاله جزاها الله خير، هي اللي وقفات معايا، هي وقفات معايا بهادشي. ما غاديش نكرها ولا ننسى خيرها، هي اللي وقفات معايا وقوف ديال الرجال. ما وقفوش معايا، عندي عائله على قدها، ما وقفوش معايا داك الوقوف اللي وقفات معايا هذيك السيده، وباقا الان واقفه معايا، وقالت معاها وهي اللي شاداني مسكينه معاها، ما فرطتش فيا. نقدر نسولك دابا فين وقفتي وشنو هو الحلم ديالك؟ يعني شنو هو المبتغى ديالك؟ الرسالة الأولى، ثلاثة الرسائل اللي عندك، الرسالة الأولى شنو هي اللي توجه لينا دابا من خلال قناتنا صوت العدل؟ رسالتي الأولى، جزاكم الله أخوتي المحسنين، لما شوفوا من حال أخوكم المسكين، هاد أخوكم اللي متضرر، هانتوما كما كتشوفوا هي الحالة الصحية جد متدهورة، واخا كانت تهورت واحد الفترة وعاوتاني صحيت وبشي بلا شيميو وداك الشيء وسميتو. ما شحال درتي من حصه ديال لاشيمي؟ سمعت لاشيمي ما تكلمش. 56 حصه وزدت 4 خفاف، 4 تيتسمو يعني بحال قلتي شبه شيمي ماشي تكميليه. وبقيت نتبع تريتمون، من بعد فانيت واحد الفانيت ديال سميتو، ومن بعد حولوا لي داك الدواء لدواء اخر يعني برا المصران، يعني المصران المشكل اللي عندي في المصران، وتكون لي مرض اخر. كنشوفك بفريق ديال القميص ديال فريق الوداد البيضاوي، شنو علاقتك بفريق الوداد البيضاوي؟ اولا ماشي بيضاوي، فريق الرياضي وداد الرياض. المهم انا بحكم اني عشت في واحد الوسط ودادي، من الوالد ومن عائلة الوالد، ولا جدي اللي كان تا هو في المقاومة تا هو، ولا جدي تا هو اللي كان تا هو في الحزب تاع الاستقلال اللي كان مع الوداد تا هويا، الله يرحمه الأب تاع الوالدة الله يرحمها. المهم تفكرت أمي. من مشاهدين كما كتشوفوا راه هذو من اللحظات اللي كنجي وكنشوف الحالة الإنسانية. فالأخ حمد راه يتيم الابوين، هذه هي اللي خصكم تعرفوا،
ومازال كي عنده يعني راه الام، ولكن الاب دابا راه يتيم عليه. علاش؟ بعيد عليه، ما كيقدرش يشوفه يتحرك. راه هذا هو اللي كنقول لكم، راه الاب راه هو ما كيبغي الا الاولاد يكونوا احسن منه. ففهاد اللحظه راه ما كاينش معنا، فاحنا هذا هو الواقع اللي بغينا نحسوا بالحمد ونرجعوا به. حنا كنتمنوا ان شاء الله الرساله ديالك توصل. كمل لي الحب ديالك للوداد. وهاد الحكم قلت لك هو عاش واحد الوسط ودادي، وتزرعت فيه الروح تاع الوداد يعني من الصغر، من الطفوله. الوالد كان كيديني التيران، وتا الوسط اللي كيعيشوا فيه كتسمع الوداد وداد وداد. وليت انا كان بعض المرات ملي كبرت شويه يعني دخلت الاعدادي، ما ندويش على الابتدائي، ما كان الوالد كيديني. ملي دخلت الاعدادي وليت انا كنسلت ونمشي نتفرج في ماتشات، وكنجي كناكل العصام عند الوالد. ولكن مع ذلك كان الوداد ما عمرني فرطت زعما كاينه في الحب ديالها، واخا من بعيد واخا من قريب، واخا نتقاتل نكافح ندبر نبيع كنت كنبيع المسكه في الشكيطو باش نمشي شي علاقه بالوداد، باش ديبلاصه معاهم وتخرج معاهم، باش ديبلاصه معاهم وخرج معاهم. واكثر كيعرفوني محبين لا وداديين ولا حتى دراري من الغريم، حتى هما كيعرفوني كمحب ودادي و غيور على حتى ودادي. الرساله ديالك اليوم اللي كيشوفوك دابا جميع الفرق والمشجعين وحتى الجمعيات ديال الوداد ونادي الوداد، رسالتي للجميع، انتم اخوكم، شوفوا من حال خوكم. هذا اللي غنقول لك، شوفوا من حال خوكم، الله يجازيكم عنا بخير، الله يفرحكم دنيا واخره. خوكم متضرر، ما غالب الله، هذا اللي غنقول، غالب الله، لا صحه لا يد قصيره والعين بصيره. نعم، انت خسرتي اخو، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الشكر ديالك اليوم حنا كنصوروا معك، الشكر ديالك شكون هو اللي قريب لك اللي بغيتي تشكره في هذه اللحظات؟ الشكر ديالي الجميع اللي الناس اللي كانوا سبب باش انت حاليا كتسجل معايا دابا حاليا. الناس اللي وصلوا الصوت ديالي، وصلوا الصوت تاعي، اللي كيف لم ابار اللي شافوني، راه كاين الناس بداو معايا يعني عاشوا وعرفوني، كيفاش عرفوا الحاله ديالي، كيفاش دايره، كيفاش سميتو، وشافوني الازمه ديالي اللي عايش بها وكنت خبط بها وساكت، ومضرهم خاطرهم، ونادو كتبوا عليا وسميتو، ونادو كتبوا عليا ووجهوا رسائل بالصوت وصوره، ووجهوها كتابيه، ووجهوها سميتو. هما اللي خلاو حاليا باقي في العلاج، وباقي عندك برنامج ديال العلاج. الكلمه ديالك اللي تبقى لك، وشنو هي الامنيه ديالك الاخيره كتشوف فيها السعادة ديالك على ما قلتي؟ الكلمة ديالي أخويا الأخيرة فهاد سميتو، كنتمنى شي حد يشوف لي، خاصة اللي هو متخصص بهاد الشيء ديال الأمراض السرطانية وعنده علاقات مع شي حاجة، ينقذوا هاد السيد اللي عبدو ربي، ينقذوه من هاد الحالة اللي وليت حاشاكم بقى كيضغط عليا هذا الورم السرطاني على البوله، ولا كي حاشاك احتباس البولي وروينك. يعني كتعاني امور عديده في المساله ديال الحياه ديال الانسان بالنسبه لقضاء الحاجه ديالو. الامنيه ديالو، الامنيه ديالي الشفاء. انت كلمة قلتي لي قبيله، وكتمنى شي واحد البلاصه ولو تمشي لها. الامنيه ديالي ماكراش لو كان ماكراش نشوف صحتي ترجع ليا كيف كنت في الاول. ماكراش شي واحد يهزني اللي يكون عنده كيفاش نمشي للمستشفى العسكري. لو كان دخلت المستشفى العسكري، لو كان تم الاستشفاء ديالي اكثر من اللي انا كنسمع ماشي كنسمع، شفت
بعض الاصدقاء اللي تشافوا من هذاك سنقول لك تفكرت واحد صديق ديالي، صديق ديالي الله يرحمه مسكين، مر من نفس المعاناه الله يرحمه، رضا جناح شاهدين لحظات يعني مؤثره ملي كتشوف يعني تصوير برنامج كتعيش شي حوايج قبل ما كتشوفوا انتم في المونتاج. كنحاولوا حنا ما نوصلوش لكم هذه المعاناه اكثر، لانه احمد ذكر الوفاه ديال المرحوم رضا رحمه الله عليه في نفس المرض، وهناك يوصل رساله ليه من خلال تجديد الرحمه. احمد اخر كلمه. الله يرحمه رضا، الله يرحمه، الله يرحم واحد الصديق تا هو سميتو عمر، تا هو كان نعس معايا في نفس الشومبر اللي كنت نعس فيها في السبيطار ديال محمد السادس، و اللي كاين انا الا وانا راجعوا الله يرحمهم كاملين، والله يرحم جميع موتى المسلمين، والله يجازي جميع المحسنين، والله يجازي كل شيء ان شاء الله، والله يجازيكم حتى انتم اللي وقفتوا معانا، وبارك الله فيكم كثيرا، بارك الله فيكم. من خلال هذا الشيء اللي عشتي واللي عاودتي ليا من خلال الحوار ديالك، كنت سمعت واحد الكلمه قبيله قلتي لي واحد الامنيه عندك، هذه الامنيه بغيتك تشوف في الكاميرا ديال صوت على المشاهدين المغاربه اللي كيشوفونا دابا هاد الكلمه ليك والميكروفون، شنو هي الامنيه ديالك اللي بغيتي تقول؟ الامنيه ديالي كنوجهها لسيدنا، اولا سيدنا الملك محمد السادس نصره الله ملك الفقراء، الله يجازيك عنا بخير. هاد العبد الضعيف قدامك الى ما كرهتش ندخل نكمل الاستشفاء ديالي في المركز العسكري ديال المستشفى العسكري ان شاء الله، هذا اللي الطلب ديالي، والله يجازي اي واحد وقف معايا، والله يحفظكم كاملين، بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا خيرا، وعاش الملك. إن مشاهدينا عبر قناتنا الالكترونيه صوت العداله اليوم، عدل بنا ان نكون واحرى بنا ان نكون في هذه الحاله الانسانيه، من شيم الصحافه والاعلام النازي ان نكون في المواقف الانسانيه كصوت العداله في كوفيد، مرت حالات انسانيه، منهم من فقد العمل، منهم من ساعد في بناء هذا الوطن في الحملات لتوعيه المواطنين لمساعده انسانيه، حتى صوت العداله حتى هي ساهمات بالوقت ديالها، والجنود الخفاء ديال الاعلام اداره هيئه التحرير، مراسلي مراسلات مصورين، حتى جميع فعاليات القناه الالكترونيه صوت العداله حتى هي ساهمات اليوم بالوقت ديالها تطوعا لرساله وصوت الشاب احمد الودادي المغربي اللي كيناشدكم باش انكم تبارطاجيو لا فيديو ديالو وتساعدوه من الاستشفاء. اذا معايا احد الضيوف اللي حتى هما كذلك اعزاز، ومعايا صديق الاخ احمد اللي هو مشجع الوداد الرياض البيضاوي في الصفوف الاولى ملي متابعه جل لقاءات الوداد، وهو يعني صديق الشاب احمد اللي اليوم موضوع ديال الحاله. انت الاول ميسي عبد العزيز اللي طرحتي الفكره في التواصل الاجتماعي على الصديق ديالك، شنو تضيف اكثر على الصديق ديالك اللي محتاج؟ هو احمد حاله من بزاف من ديال الناس اللي كيعانيوا في صمت، مختلف الحالات ديالهم مختلف الامراض ديالهم. احمد كان عايش حياته عادي، الحين تصاب بمرض السرطان اللي غير حياته 360 درجه، اللي خدا من عمره، خدا من وقته، خدا من الصحه ديالو، خدا من الفرص ديالو، الولوج الشغل اي ميدان في الشغل خدا منه. احنا اليوم قدام حاله انسانيه بعيده على كل الانتماءات. اي احمد تعرفنا عليه عن طريق الوداد، عن طريق اننا جمهور ديال الوداد، ولكن احنا اليوم في احمد الانسان، احمد المغربي، يعني بعيد كل البعد على منظور الانتماء او حب الفرق. حنا كنشد القلوب اللي رحيمه والناس اللي باغا دير الخير. انا خديت البادره من خلال انني ما غنقدرش نعاونو ماديا، ولكن قلت نوصلوا للناس اللي قدروا يعاونوا ماديا وقدروا يساعدوا في اي مساعده اللي تقدر تخفف عليه ولو جزء من المعاناه اللي كيعانيها يوميا. بالك راك قدرتي وصلتي الصوت ديالك، والخير دليل انه وصلوا العدد ديال الناس، ومنهم ضمنهم اللي كنتكلم معاك. وهذا اقل شيء نقدر نقدمه لاحمد، لان قبل ما نكونوا صحاب حنا خوت، يعني هذا اقل حاجه نقدروا نعاونوا بها بعضياتنا.
ولا وكيقول لك مثلا الصحبه كتكون في الشده ما كتكونش في السكون، يعني ما نكونوش غير في الفرح وفي الضحك وفي الاشياء التافهه، خاصنا نكونوا مع بعضياتنا في وقت اللي كنكونوا محتاجين فيه بعضياتنا بصح، في وقت الشده، في وقت الحزه كيف ما كنقولوا، اللي نوقف مع بعضياتنا باي طريقه قدرنا بها. وانا من جهتي ومن جهه اخوان اخرين كنحاولوا نوصلوا الصوت ديال احمد بقدر الامكان ويستافد قدر الامكان. العزيز اللي عطيتك 10 ديال الثواني في هذه الكاميرا هذه اهداء للصديق ديالك، شنو تقول؟ واحمد الله يشافيك والله يرد عليك العافيه ديالك، ونتمنى ونشوفك احسن من دابا، ونشوفك كيف ما بغيتي الحمد لله ان شاء الله، وتعيش حياتك كيف بغيتي، وتغير النظره ديالك للحياه من السوداويه للاحسن ان شاء الله يا ربي، وتكون احسن، ونشوفك في احسن الاحوال. ورساله لاي واحد قادر يساعد واي واحد كيبغي الخير، ها هي واحد الحاله قدامك اللي ما غاديش تاخذ منك بزاف غير مكالمه او ارساليه باي وجه كان، باي طريقه ديال المساعده اللي تقدر تساعد بها الحاله ديال احمد. وكيف ما كان مهم، ماشي مهم شحال تعطي، المهم انك تعطي، لان الدين ديالنا كيوصي على التكافل وعلى التضامن بيناتنا، ما ماشي مهم شحال غادي نعطي، والرقم الهاتف ديالو اي واحد بغى يتواصل معاه على اساس المصداقيه او يتحرى شنو واقع، الرقم ديال احمد غادي يكون، ونتمنوا خير ان شاء الله. اذا مشاهدينا ومستمعينا عشتوا معنا غير قليل من الحاله ديال احمد، من الكلام ديال الصديق ديالو، والمشاهده غتبقى لكم. الا ما كانتش الانسانيه ما حركناش قلوبنا في هذا الوقت الراهن في كوفيد 19 كورونا، يعني 3 ديال الاشهر حنا عايشين معكم، عايشين بعضياتنا في الحجر الصحي. خرجنا باش نوصلوا لكم المعاناه ديال احمد في الحجر الصحي مع المرض، وفي العديد من الاحوال كتبقى الكلمه ديالنا هي كلمة صوت العدالة، وصلنا الرسالة بعدالة وصوت نزيه لحالة أحمد. الرابط في الأسفل ديال الفيديو في الرقم الهاتفي ديال أحمد، وكذلك يعني الحساب البنكي لأحمد. إذا للقلوب المحسنة خليت لكم راحة، خليت لكم الحالة ديال أحمد. السلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.